هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دينتالي. قادة أوروبا يجتمعون على وقع تداعيات كورونا. لوفين للأوروبيين، السويد أيضا تضررت من كورونا. أهلا بكم إلى أخبار نهاية الأسبوع مشاهدينا. بعد أن أبعدتهم كورونا عن اللقاءات المباشرة وجها لوجه، هم قادة أوروبا يجتمعون مجددا في قمة لاتحادهم تشوبها انقسامات جديدة تتعلق بحزمة إنعاش للدول المتضررة من أزمة كورونا. رئيس الوزراء ستيفان لوفين أكد خطورة هذه الحزمة بشكلها الحالي دون أن يخفي أن بلاده أيضا تضررت من الأزمة وليس دولا بعينها، قائلا إذا أرادت تلك الدول اقتراض المال عليها إعادته. كورونا بالأرقام، السويد تسجل 26 وفاة جديدة و404 حالات إصابة أيضا جديدة. إحصاءات سجل العناية المركزة تظهر وجود 62 مريضا بكورونا في الوحدات حاليا. عالميا الإصابات تقترب من 14 مليون، الوفيات 594 ألف، والتعافي أكثر من 8 ملايين. ورغم تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، فقد واصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها خلال تموز يوليو في السويد. مؤشر هوكس لأسعار العقارات يظهر ارتفاعا بنسبة 0.7% في العاصمة ستوكهولم ويوتوبوري. البلاد شهدت زيادة في بيع الشقق والفيلات على المستوى الوطني بنسبة 20% خلال الأسبوعين الأوليين من هذا الشهر مقارنة بالعام السابق، وبما يصل إلى 30% مقارنة بعام 2018. والملفت أنه رغم كورونا، فقد حققت الشركات السويدية أرباحا فاقت التوقعات للربع الثاني من هذا العام الحالي، وهو العام الذي طبعا شهد أزمة كورونا. مجموعة الدفاع ساب حققت أرباحا بنحو مليار كرون، سويد بنك حقق أرباحا قدرها 6 مليارات كرون وهي أعلى من المتوقع، إريكسون أيضا حققت أرباحا بأكثر من 4 مليارات كرون. في أخبار الحوادث، الشرطة تلقي القبض على أب وابنيه المراهقين بتهمة طعن شاب يبلغ من العمر 21 عاما في حادثة حافلة بكورونا الأربعاء. معلومات تقول إن الغيرة والحسد قد يكونان الدافع وراء جريمة القتل. رجل يحاول خطف طفل كان يجلس في عربة أطفال، المحاولة فشلت بسبب ربط الطفل بحزام، الأمر الذي أخر الرجل في حمل الطفل قبل أن ينتبه له آخرون في الشارع. ارتفاع حالات الانتحار في السجون السويدية، فأرقام جديدة تظهر أن أكثر من سجين واحد يحاول الانتحار كل أسبوع عبر استخدام الملابس والملاءات بالتحديد. إلى شأن آخر، حوالي 3000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تريد الشرطة السويدية معلومات عن أصحاب تلك الحسابات. المحققون الجنائيون يجدون صعوبة في الوصول إلى المعلومات من تطبيقات التواصل الاجتماعي الجديدة نسبيا مثل تيك توك وسناب شات، فيما تمكنوا من التواصل مع شركات مثل جوجل وفيسبوك للحصول على بعض المعلومات. طبعا تحرك الشرطة هذا يتزامن مع تزايد استخدام المتحرشين جنسيا بالأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. إلى السوشيال ميديا، تفاعل من متابعي الكومبس مع خبر زيادة أسعار المنازل والعقارات في السويد رغم كورونا، معظمهم انتقدوا واقع سوق الإسكان في البلاد.
وإلى فيديوهات الكومبس مشاهدينا، فقد تم رفع تمثال لإحدى الفتيات المشاركات في تظاهرة حياة السود مهمة على القاعدة الفارغة التي كان يشغلها سابقا تمثال تاجر الرقيق إدوارد كلوستون في وسط مدينة بريستول البريطانية. إلى إسبانيا، ومراسم تأبين ملكية لحوالي 28 ألف ضحية مرض فيروس كورونا شارك بها أفراد من العائلة المالكة في البلاد. وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تتم بقصة الطفل الصغير الذي أنقذ حياة شقيقته من كلب هاجمها ما تسبب له بجروح عديدة في وجهه. الكثير من نجوم الفن تفاعلوا مع هذا الخبر وشكروا الطفل على ما قام به، آخرهم نجم فيلم كابتن أمريكا الذي وجه رسالة خاصة لهذا الطفل. This is a message for Bridger. Hey Bridger, Captain America here. How you doing, buddy? So I read your story, saw what you did. Now I'm sure you've heard a lot of this over the last couple days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. What you did. ونختم بهذا الفيديو لاحتفالات جمهور النادي الملكي ريال مدريد بفوزه بالدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخ الدوري. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بورجو، إس سي مابلر، دنتالي.